كسكين من الفولاذ. حاضر. أيها الفرسان يا أبناء المغول، السماء ستمنحكم قوة هائلة ومدمرة. حان الوقت لتظهروا شجاعتكم. اهجموا. أيها الأقوياء، واجهوا العدو وحاربوه. أخبر زلمي ألا يهتم للقادة، فليهاجم صفوف الجيوش. نعم. مهوالي. نعم. أرسل الرماة على الفور. أيها الرماة تقدموا. دوداي يا جنود أبولو، أهجموا. هيا أهجموا بقوة. هيا هيا. فجنود وانين أصبحوا ضعفاء. أيها الخان، تم توقيف الجنود المستميتين. نايا، حضر جنودك الآن. أيها الجنود استعدوا. جنود بولو يواجهوننا. سنحتفل بهذا الانتصار. حان وقت الاحتفال. أين جنود الإمبراطور أغودا؟ هل زالت قوة رماحكم؟ هل فسدت أقواسكم؟ أنا أتمتع بكرامتي
ابناء نوزانيان باسم يانوشو لنستعد علم القائد. هيا اهجموا. بقاء شعب المغول او زواله وقف على هذه المعركة. اهجموا. أيها المستشار، أرسل أحدهم ليطلب من جنود وانيان هوشا أن يأتوا لنجدتنا. جنود وانيان هوشا هربوا سيدي. ماذا؟ هذا الحقير الجبان، فليهجم من يملك الشجاعة.